أنا الدكتور ياسين الشحات، مصر الجنسية. أنا عايش في دولة الإمارات من 28 سنة. أنا لما جيت الإمارات كنت ببحث عن المناخ المناسب لإبراز قدراتي في المجال الطبي، والحقيقة أنا وجدت كل ما أريد في دولة الإمارات. أنا مهما قلت عن دولة الإمارات فلن تستطيع لا الحروف ولا الكلام اختصار حبي لهذه الدولة الكريمة، لأنها سخرت لي كافة الإمكانيات في مجالي الطبي. بعتبر اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية هو عيد للأمة العربية كلها، لما تحمله هذه المناسبة من معاني الحب والوحدة والولاء. أنا أعتبر نفسي جزء من هذا البلد. اليوم أنا إماراتي.